حول الموضوع تنضم لنا عبر الهاتف من بيروت رانيا بارود، منسقة الحملة المدنية للقانون 174، قانون منع التدخين في الأماكن العامة بلبنان. أهلا بك معنا سيدة رانيا. رأيك أولا في الخطوة التي خطتها النمسا، يعني من ضمن الدول التي ربما اتخذت هذا القرار في وقت ما بحظر التدخين الجزئي في بعض المناطق، هل يمكن أن تحذو النمسا؟ إنها خطوة مخذلة جدا وتتجه ضد حقوق الإنسان، لأنه من حق الإنسان أن يعيش في بيئة نظيفة وصحية له. ولكن لا أستغرب هذا الأمر، لأن أصحاب شركات التبغ يشكلون لوبي ضاغط جدا ويستعملون كافة أنواع الضغط، لا سيما الأموال. هم يغبقون الأموال بشكل مكثف والمغريات الأخرى لعدم إقرار قانون منع التدخين، لأن المستفيد الوحيد من عدم إقرار قوانين منع التدخين هم شركات التبغ. القانون يعني ما في صيف وشتاء تحت سقف واحد. إذا كان التدخين يضر بالصحة، يعني على القانون أن يمنع التدخين في الأماكن العامة لمختلف الناس. لماذا نضع مثلا حزام الأمان نحن؟ هذا قانون حزام الأمان ليحمي الناس، ليس يطبق على ناس ولا يطبق على أناس آخرين. طيب. وليس لديه الشخص الحرية الشخصية بأن يضع حزام الأمان أو لا. طيب حضرتك، يعني بما أنك منسقة الحملة المدنية لقانون منع التدخين في الأماكن العامة، يعني هل أيضا بالمقابل تحترمون ربما حرية شخص المدخن؟ لا نقول بأن هذا ذلك صحيح، لكن مثلا أنه في المناطق أو في الأماكن يعني الخاصة بالتدخين، هناك يعني في المناطق العامة هناك منطقة خاصة بالمدخن، من يريد أن يدخن يمكن أن يذهب وأن يدخن في منطقته فقط. نعم، اسمحي لي، بحسب منظمة الصحة العالمية والاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التي وقعتها مختلف دول العالم، التدخين في مكان مغلق هو سم يتناوله الناس، ولا ممكن السماح للمدخنين بالتدخين في مكان مغلق. نحن نحترم شخصية حرية المدخن، لذا عليه إذا أراد التدخين أن يدخن في مكان غير مغلق وألا يؤذي غيره. يعني إذا كان حدا معه سلاح وعم بيقوص الآخر من أنه خليك داخل المكان وأنت بتقدر تقوص عليه، لا أكيد لا. طيب في العالم العربي أين يطبق؟ أين يطبق حظر التدخين سواء الكلي أو الجزئي في دولنا العربية؟ اللي يطبق في لبنان بشكل لمدة 3 أشهر بشكل 90%، وقد وصلتنا رسالة من منظمة الصحة العالمية قالت بأنه إنجاز تاريخي، ولكن مع تغيير الحكومة ووجود وزراء جدد لديهم مصالح مع شركات التبغ لم يعد يطبق. ولكن دبي هي في طريقها إلى التطبيق، أبو ظبي بلدان الخليج في طريقهم إلى التطبيق، وأمل أن نصل يوما ما إلى تطبيق كامل، لأنه شركات التبغ طيب تتطلع إلى الأسواق العربية. طيب في جملة واحدة سيدة رانيا، نعلم بأنك من منصرين تطبيق هذا القانون وأنت منسقة الحملة، في جملة واحدة لماذا؟ نعم. لماذا التدخين هو مضر بهذا الشكل؟ لماذا هو مضر؟ لماذا أنت مناصرة؟ في جملة واحدة. لماذا أنا مناصرة؟ لأني مناصرة لصحة الإنسان ولحقه في أن يعيش في بيئة نظيفة صحية له ولأولاده. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. رانيا بارود، منسقة الحملة المدنية لقانون 174، قانون منع التدخين في الأماكن العامة بلبنان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.